السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بأنوار النبي. كل عام أنتم بخير وتقبل الله طاعاتكم بمناسبة الشهر الفضيل رمضان كريم. الليلة أول ليلة التراويح إن شاء الله، وبكرة إن شاء الله أول يوم رمضان. سعيد بلقائكم هالمساء اليوم عشية رمضان. شوفوا احنا ممكن نعمل قستات ولا دردشات، شو بتسموها؟ دردشات قستات قستات، ونحكي ونتكلم معكم ان شاء الله، وراح نحكي شوي عن الوصفات. طيب عون، كيف تبين عندي هون التعليقات الكومنتات؟ ابدا اشوف الكومنتات، بدي اسلم على الناس كلها. شكرا. معلش لازم البس نظاراتي انا. ام اوس مساء الخير. اوكي هي عندي. سلمى صابر، رمضان كريم، الله أكرم. يعني أنا اليوم جدا سعيد. جميلة غالب، أنت اللي منوري، شكرا جزيلا، الله يرضى عليك. طبعا عهود، الله يسعد قلبك يا عهود. يعني سعيد اليوم بلقائكم جدا. بدنا نحكي شوي اليوم عن رمضان وعن برنامجنا إن شاء الله اللي حيبلش بكرة في قناة رؤية، مطبخ رؤية مع نبيل. وصراحة حابب أني أستشف رأيكم ونتواصل معكم، حتى كمان بعد عشر رمضان راح أعمل وصفات خاصة بالناس اللي تطلب بعض وصفات. أنا جد أنا حاب أكون أتواصل معكم خلال رمضان. يعني أنا جدا سعيد بلقائكم هذه الليلة. رانيا جلال، كل عام وأنت بخير أختي العزيزة. التلاوي أم يامن، الله يسعد لي هالمساء يا رب. أم يزن شلالفي، يسعد مساك، رمضان كريم، الله أكرم. أم أحمد رشا، كل عام وأنتم بخير أحلى شف. أم عبد الرحمن، مبروك عليك الشهر كمان يا أختي العزيزة. بدنا ناخذ قستات عون، صح؟ أي استفسار عندكم أو أي شيء بخصوص اللي بحب يدردش معي، أهلا وسهلا فيكم. اللي بحب يشوف وصفة معينة إن شاء الله بعد عشر رمضان، لأنه من هون لعشر رمضان صراحة يعني صار عندي المنيو جاهز، وإن شاء الله يعني اعتبار من بكرة في رمضان رح نشوف كل يوم وصفات إن شاء الله يا رب تنال إعجابكم. إحنا دائما يعني أنتوا رأس المال، والله أنتوا رأس المال. تعالي عون جنبي هون، تعالي عون عندي، بدي أشرف من هون على القستات. طيب أم رامي العجار، هذا في قستات ما عندنا مشكلة. تمارا، الله يخليك يا تمارا، شكرا لك. وكرم، يسعد مساء، شكرا. أبو أسامة مليح، كل المحبة والاحترام لك يا سيدي، الله يرضى عليك، كل احترام لك. يعني سهير، شكرا جزيلا. إسلام، كل عام أنت بخير يا حبيبي. وردة عميرة، كل عام أنت بخير يا رب. وكرم، تحياتنا يا كرم، يسعد مساك يا حبيبي. نوال بشير، كل عام أنت بخير. تمارا، الله يسعد قلبك، شكرا جزيلا. يعني والله إني أنا دائما مقصر بحقكم كثير، وانتوا راس المال، والله انتوا راس المال صدقا. بحب اتواصل معكم، وكنت سعيد بشفتكم بالجوردن فود. الناس اللي اجوا يمكن قصرت معهم شوي، بقدم اعتذاري من الجميع. ومرات بكون شوي يعني صار لي فتره شهر كامله شوي كنت معجوق في تحضير لرمضان وتحضيراتي للمعرض الجوردن فود. صراحه كنت سعيد في لقائكم جدا. احمد ابو ركبي، الله يرضى بيشتغلك يا احمد حبيبي يا عمي، الله يرضى عليك. علاء محمد، كل احترام لك. غسان زويهد، هلا، يسعد مساك عمي حبيبي. محمود الدعجة، والنعم منك، كل التقدير والاحترام لحضرتك. ام محمد كيوان، رمضان كريم، احكي لك الله اكرم. نوال العمري، يسعد مساكي خيتي، الله يرضى عليكي، الله يخلي لكم اولادكم يا رب. ايمان الزعبي، كل عام وانت بخير كمان. طبعا خلونا شوي، اذا بدكم تشوفوا مثلا وصفه معينه، حابين تشوفوا وصفه معينه، احنا جاهزين ان شاء الله. ويعني ابدا بعد عشر رمضان ان شاء الله رايحين نخصص ايام للناس اللي بيحب تشوف وصفات معينه. وفاء، تحياتنا يا وفاء. وداد، يحيى، رمضان كريم، الله اكرم. أم أحمد، شكرا، كلك زوجة أم أحمد. يعني أنا والله لا أستحق كل هاي الكلام الجميل منكم، كل احترام لكم، إحنا أقل الناس. استفسار عن الوصفات، طبعا أي استفسار بتحبوا تستفسروه عن الوصفات إن شاء الله
احنا جاهزين وتحت امركم. رورو عمو الغالي، الله يرضى عليك يا عمي، كل احترامي لك يا بابا، شكرا جزيلا. ام محمد وجميل، جميل منور شيف جدار، كل عام، كل عام وانت بخير يا حبيبي، الله يرضى عليك ان شاء الله يا ربي. كل سنه تتبلغ رمضان، وما بقول غير الله يرحم امواتنا، ابهاتنا، امهاتنا، الحاضرين الغائبين في رمضان، ندعي لهم. وما ننسى امبارح كان عيد الام، نحكي لكم كل عام وانتم بخير لامهاتنا العزيزات واخواتنا العزيزات، الله يمسيكم بالخير. ايمان الزعبي، ام عون، وكل احترام لكم. احمد عرداس، كل عام وانت بخير يا حبيبي، الله يرضى عليك، كل احترام لك. السيد ايمان الزعبي، ما شاء الله وتبارك الله. اقبال، اقبال الدردور، شكرا يا اقبال، اخت اقبال. ام علي، الله يسعد مساك، كل عام وانت بخير يا رب. سالم احمد، كل عام وانت بخير. ومنتهى، بنحكي لك كل عام وانت بخير. من الهرش، مبارك عليك الشهر الكريم. خلونا بالله نشوف هسه، نبلش بتعليقات، شو الوصفات اللي حابين تشوفوها بعد 10 رمضان، لانه انا راح اكون جاهز لكم، وان شاء الله بكون سعيد جدا اني البي طلباتكم. زيد الناصر من القدس، كل احترام لك يا حبيبي، شكرا جزيلا. بسمه، تحياتنا. دعاء عبيد، كل عام انت بخير، شكرا جزيلا. الورد الاحمر، الله يعافيك. وكمان من الهرش مره ثانيه، تحياتنا. نور احمد، كل عام وانت بخير، الله يجزيكم الخير. واحمد العشيبي، رمضان كريم ان شاء الله، الله اكرم يا صديقي. في حدا بده يفوت على جست نتحدث احنا وياه شيء؟ طبعا انا راح استضيف اي حدا منكم حابب يدردش معي يسالني. طبعا احنا راح يبدا دوامي ان شاء الله كل يوم من الساعه 7 صباحا، راح اصحى من النوم وابلش باذن الله طبعا، وابلش احضر للحلقه. فادي الصفدي، فادي حبيب الشعب يا فادي، الله يرضى عليك يا ابو لين، تحياتنا. ام الحارث، شكرا لام الحارث. وعمر سلامي، وام مراد، واروى، اروى الدوائمي، الله يرضى عليك يا عمي اروى، شكرا جزيلا. وعايده، يسعد مساكم. مين العلماء هون؟ في حدا بده يفوت معنا جيست؟ انا جاهز، اي شخص بده يفوت معي يدردش عن رمضان وعن برنامج رمضان انا جاهز. هاي فرصتكم قبل ما نروح على التراويح، ونصلي العشاء ونروح على التراويح، فانا جاهز، فتحت امركم. ام احمد رشا، يا رب امين، امين يا رب العالمين. روان الصفدي، شكرا يا روان. وتمارا، كل احترام لك. التلويه، الله حيك يا تلويه، كل احترام لك خيتي. سعيد اليوم بلقائكم، وسعيد بشوفتكم، وسعيد باني اطلع لايف معاكم. وهنا بدنا نشوف هسه نسرين، شكرا يا نسرين، وشكرا يا ايمان، الله يرضى عليك. اي وصفه حابين تشوفوها في رمضان ابعثوا لنا، بالله ابعثوا لنا. انا طبعا السنه هاي عامل شويه وصفات نوعا ما غيرناها شوي، حسبنا حساب انه انها ترضي جميع الاذواق. واكيد يعني مين بده يطلع معنا يا عون؟ شايف انا في، احنا متابعينك شيخ دائما من اريحه ورام الله، نشتغل حلويات. مساء الخير، الله يسعد مساك. بس صوتك شوي علي، جيب يدك عن المايك بس يا حبيبنا، هيك تمام، عشان انا عندي صوت الثلاجات يا شيخ. يا حبيبي الثلاجات، هذا الله يعطيك العافيه، كل عام وانت بخير. انا متابعك من زمان على حضرتك، ان شاء الله بنزل الاردن وبشوفك ان شاء الله وبلقي فيك باذن الله. يا حبيبي هذا هو محلي متواضع، كل عام وانت بخير، الله يعطيك الف عافيه. شو هذا محل ايش عندك؟ محل حلويات، ما شاء الله، حلويات ما شاء الله، تبارك الله، اللهم صل على سيدنا محمد. شو المحل الحلو ما شاء الله، الله يرزقك ويعطيك رزقه يا رب في رمضان. الله يخليك، وانت لك شعبيه كبيره في اريحه ورام الله. لنا حبيبي، حبيبنا، اكثر شيف دمه خفيف ما شاء الله عنك، الله كل الاحترام لك. شكرا جزيلا حبيبنا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. عندك اسلوب كثير رائع، بتخلي الواحد يضل يتبع لكل حرف بتحكيه، مش لكل كلمة، لكل حرف. يا حبيبي كل احترام لك، وسلام خاص لابنك، ليش مش معاك على المباشر يا حبيبي؟ بس علي صوتك شوي، لانه طب على رأيي. عون تعال، هي عون معي، تعال بطل ينزل فيديوهات، بطل ينزل فيديوهات، هي عون معي،
السلام عليكم. الله يسعد لي مساك. على راسي مساك يا رب. حبيب قلبي الله يخليك. ويسعد قلبك على راسي. سيدي كل عام وانتم منورين البث منورين. الله يرزقك رزق، الله يرزقك رزق الحلال، الله يوفقك. شكرا جزيلا. الله يخليك، الله يسعدك يا رب، الله يسعد لي قلبك. جزيلا كل احترام. الله يكرمك يا رب، شكرا لك. السلام عليكم. حبيبي. شكرا للاخ الفاضل المحترم، نقول له الله يرزقك يا رب. ان شاء الله يا ربي يرزقك رزق الحلال، لانه كل شخص ببحث عن الحلال بيلاقيه، فما شاء الله وهو عنده محل حلويات، بنقول له كل عام وانتم بخير والله يرزقه ويوفقه يا رب. طيب بنستمر باللايف الخفيف اللطيف، رجعني هون على التعليقات، خلينا نشوف الناس واسلم على الناس. ما حكينا للناس اللي بيحبوا ويبعثوا كأنه في شخص ثاني معي بالغلط يمكن فاته. كل احترام يا عمي، كل احترام. انتبهوا لما تفتحوا لايف. عون رجع لي هون على التعليقات. يا حبيبي. سناء داوود، شكرا يا سناء. ورجا، بدنا أكلة الهريس. شوف الهريس هي أكلة إماراتية تصنع من القمح الصافي ولحم الضأن أو لحم العجل الرضيع. وإن شاء الله أنا كنت في الإمارات لأنه وكنا نسويها، والله كنا نطبخها، وكانت أكلة طيبة كثير. وهي طبعا الأكلة الشعبية. تحية للإمارات وأهل الإمارات وكل الأخوان الموجودين في الإمارات. طيب أبو فرح، شو اسم محله بفلسطين؟ والله ما قدرتش أسمع الصوت، شوي الصوت كان مش واضح عندي. يا ريت اللي بفوت معي قستي شوي على صوته. نربح مرة بالحياة مع الشيف نضال. والله شوفوا بتمنى الكل يربح. طبعا في جوائز في مطبخ رؤية مع نبيل، والجوائز هاي السنة جوائز إن شاء الله تكون محرزة. هيك اتفقنا إن شاء الله مع معدة البرنامج سلمى زوايدي. إيهاب الكيالي، تحياتنا، شكرا لك. أم يزن الدنان، لا راح أجي على رؤية، أنا جاي أنا إن شاء الله كل يوم 3:30 ل5 بإذن الله. اللهم بلغنا رمضان. إحنا إن شاء الله يوميا من الساعة 3:30 ل5 معاكم لايف في مطبخ رؤية مع نبيل، مع 3 وصفات يومية، طبق من نبيل وطبق رئيسي، وكمان يا سلطة يا حلو يا شوربة. ولا همكم. شفا، تحياتنا يا شفا. وعفاف حمدان، مبارك عليك الشهر يا خيتي، الله يرضى عليكي. وإيلين أحمد، شكرا، أنت اللي منوري خيتي. كل احترام لكم. في عندنا سؤال بحكي لك، شو كواليس رمضان؟ يعني شو اللي بتعمله؟ بتكون القصة أو بتكون الأسرار. بيبدأ نهاري من الصبح، بنحضر شوي في البيت، بحط أغراضي بصندوق كبير له عجال، لأنه صراحة بطلت أقدر أحمل زي أول. أجيب الصندوق ها؟ والله أجيب الصندوق، بصل الاستوديو طبعا إن شاء الله، وبعدين ببلش حسب كل وصفة. طبعا أنا بحضر تحضير أولي في البيت، يعني بعمل عملية لم وتجميع لكل المواد. بالاستوديو ببدأ الشغل عندي الحقيقي، بكون واصل الساعة 11 إن شاء الله. 11 ببدأ عندي التحضير، بحضر. كل وصفة بتكون لحالها، وطبعا في وصفات لازم اني اطبخها قبل الهواء. يعني مثلا بكره عامل رقاب محشيه، فلازم يكون في رقاب محشيه بالفرن جاهزه، محشيه مطبوخه وجاهزه للتقديم. الرز طبعا بطبخه فريش. مثلا في عندي بكون دجاج بشويه، لانه البرنامج فيه كثير فواصل وفي كثير شركاء معانا في هالبرنامج، واحنا طبعا بنكون سعيدين بهالشركاء المحترمين. وصدقوني انا ما بحب يعني احكي عن اي منتج الا المنتج الفخم اللي بيناسبكم وبيكون جيد، وهذا كثير موضوع بهمني. بهمنيش الموضوع انه يكون اي منتج والسلام، لا، منتجات الفخمه. فبعديها بنخلص نيجي على البيت، بنريح لنا شوي، بنفطر، وبعديها بتبدا مرحله الشراء، شراء المواد والمواد الاوليه لثاني يوم. وبنضل هيك يا رب، الله يعطينا الصحة ويقدرنا ونضل نخدمكم. في عنا كومنت من أمي محمد تحكي لك، شو أكثر موقف محرج صار معك على التلفزيون؟ والله شوفي، مرة كانوا عاملين لي تمديدات كهربائية في المطبخ، فكنت حاطط فيش قلاية، ولازم تكون القلاية على الكهرباء، ولازم تكون جاهزة عند بداية الهواء، لأنه لازم أقلي منتج. وتعرفوا برنامج الهواء كثير بيكون حساس، وكثير بيكون
يعني الوقت محسوب في تواصل وفي يعني فورمات البرنامج. فأنا راكن إنه أنا حاط الفيش وجاهز القليل. فأثناء الشغل بمر موظف كهربائي وبشيل الفيش وبستعمل الوصلة لشغلة ثانية. فأنا بكون يعني جاهز بحكي لهم الآن بدنا نقلي هالمنتج وننزله بالزيت ويكون الزيت مش شغال عندي. طبعاً انبسطت كثير وما زعلتش. وكثير صارت معي مواقف. في موقف مرة صار معي جابوا لي صينية أقدم فيها معمول العيد. فالصينية هذه مفروض في إلى إيدين ثنتين ويعني والأمور طيبة. فحطيت فيها المعمول وحملتها من إيديها. ثواني أنت ما حطيت معمول، جبل معمول حطيت. والله هيك المعمولات كانت حطيت 100 معمول ولا 5 كيلو معمول. حملت الصينية وضعتها، لما صرت فوق الأكل تماما وقعت الصينية وظلوا إيديها إيديها الصينية بإيديك. طبعا انا كان رد فعلي اني ضحكت كثير، ما زلتش الحمد لله وكنت سعيد وانبسطت يعني. لكن بتصير اخطاء كثير، يكون هو برنامج على الهواء مش برنامج مسجل ونقدر نتفادى الاخطاء. طيب رسميه ابو هواش، شكرا يا اخت رسميه، الله يمسيك بالخير. عون تعال شوف لي هذا اللي صح عتم عندي. طلع اخوان دير بالكم انا مش شاطر بالاجهزه هاي الالكترونيه كثير صراحه. تفضل يا وصراحه يعني مش شاطر بالسوشيال ميديا كثير يعني، عمو بيساعدني الله يرضى عليه، وكمان بناتي في رؤيه بيساعدوني الله يمسيهم بالخير كلهم. ايهاب شكرا يا ايهاب. نبيله خليل شكرا لك، وغاده، علي الزعبي، وسام الطيب، يا طيب انت ربحني والله ما في اسم الرح. ان شاء الله بكره، اليوم ما فيش، اليوم هي دردشات بسيطه. بدنا نهنيكم برمضان، أقول لكم رمضان كريم، تقبل الله طاعاتكم. نادية يسعد مساك، شكرا لك. وإيهاب الخليلي شكرا يا حبيبي، الله يرضى عليك، كل احترام لك. وزين حبيبة بحكي لك مساء الخير. هاني الشكران شكرا يا هاني. نادية رمضان كريم، نقول لك الله أكرم. بالله أي استفسار عن أي أكل بدكم إياها، أي سؤال ترى اسمعوا، أنا سويت وصفة قطايف موجودة على صفحتي اللي بيشوفها، وعندي عشرات الوصفات على اليوتيوب. منتهى شكرا. شكل نزل اليوم وصفة قطايف، والله إذا جاهزين عندي وصفة قطايف والله يحلمها لها، عملتها صورتها، احنا بنستشيرها، صورها الله يرضى علي وخلي لكم ولادكم عون صورها، بس لازم نغير موسيقى تبعتها عون. ماشي والله ما في مانع إذا نزلناها اليوم. هاي طبعا هذه قطايف المحلات والله يعني. شوف يا بالكومنتات لأن هي بالطهرة وهي مست العربي يا كل كل احترام يا مس، الله خليك يا رب، وظل صحتك منيحة والدرس يا الطلاب، ومن علمني حرفا كنت له عبدا. شكرا جزيلا. أم طارق، سماح، مين كمان، إيهاب، ماجد النصور، ونعم على خشمي والله، شكرا أخ ماجد. أيمن الشلبي، طبعا أنا ما بدي أنسى طبعا بكره معي سمير حجازي الرائع والمميز، سمير حجازي ونهفاته بكره راح يكون معنا على اللايف في اول حلقه، وفي كمان عندنا برنامجين في رؤيا، زميلتي واختي الشفتي محجاوي والزميل ولا طاشمان، وكمان زميلي وحبيبي وابني تيمور في برنامج اسمه ست النكهات، تحديات قويه جدا وبرنامج مميز. بعدين بيجي برنامجنا مطبخ رؤية مع نبيل من 3:30 ل5، بعدين برنامج الرائعين ياسمين ناصر، وطبعا الزميل صدام العجب، صدام حبيب قلبي زعلش مني يا صدام إذا بتشوفني. فثلاث برامج طبخ يعني من البرامج الفخمة المدروسة اللي بتلبي جميع احتياجات الأسرية، للشباب في طبخات، للناس اللي كبار زينا بالعمر في طبخات، للشباب، للستات، لكل شيء. جود عزام شكرا لك، طبعا بسلم على سمير والله سمير إنه كل احترام التقدير إله. علي الزعبي بنقول لك أنت يسعد مساك يا غالي يا حبيبي. رحيق الورد كل عام وانت بألف خير وصحة وعافية يا رب، جاء سيدنا محمد. أبو كرم البرقاوي ونعم منك، يسعد مساك. رورو هيك اسمها، يسعد مساك شكرا. حمزي قويسم رمضان كريم، والله يعني يا عون حابة ظل معهم موجود. اسمعوا ترقبوا بعد شوي حننزلكم
وصفة قطايف بيتية. طول بالك بدها مونتاج. شو بدك؟ طيب شاء الله عليك اسمع سريع، هو يقول لك بدها مونتاج بس. لبسنا الطابق، يلا ماشي. تعال جربي، تعال سلم على الناس ودعهم. تعال. يلا يا سيدي. بكره بدك تسوي لي ستوريات الله يرضى عليك. طبعا بدي كمان اشكر مخرجين قناه رؤيا اللي حيطلع معنا في رمضان. زملائي المصورين الحبايب المحترمين كلهم ما شاء الله عليهم. ان شاء الله ما تجي جنبك بتبينه ضعيفه. الحمد لله يا ابو كويس الحمد لله. اذا بنقول لكم كل عام وانتم بخير، تقبل الله طاعاتكم، رمضان كريم، وان شاء الله يا ربي انكم تقدروا على الصيام ويجزيكم الخير. كل احترام لكم مني ومن العون ومن اسره قناه رؤيا كامله. نحكي لكم كل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا جزيلا. ما نبدا في اللايف يعني. يلا جبتني حبيبي يا دقيقه. ارجع يلا ارجع. السلام عليكم.